بصورة رمزية تهدف إلى ضرورة محاسبة رموز النظام في العراق والأحزاب الفاسدة، أقام مجموعة من متظاهري بغداد محكمة الشعب الرمزية وسط ساحة التحرير، تعبيراً عن رفضهم للسياسة الفاسدة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في إدارة البلد منذ سنوات. طبعاً تم إنشاء هذه المحكمة بجهود شبابية وعمل مشترك لمحاكمة الفاسدين الذين اشتركوا في العملية السياسية منذ عام 2003 إلى يومنا هذا. استشهاد مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف برصاص الحكومة دفع المتظاهرين إلى فكرة إقامة هذه المحكمة. من بداية ثورة أكتوبر عندما قتل الشباب احنا بدينا نشتغل بها ونعمل بها. بعد ذلك من عندما كملنا النموذج جبناه ونصبناه هنا. متظاهرو التحرير أكدوا أن أول من سيقدم إلى المحاكمة هو من تسبب بقتل وقمع المتظاهرين السلميين. نصبت محكمة في ساحة التغيير والتحرير لمحاكمة الفاسدين المجرمين الذين قتلوا وقمعوا الشعب العراقي من قبل أجندات خارجية وتدخلات خارجية. إقامة محكمة الشعب كانت رسالة إلى السياسيين بأن الشعب سيقوم بملاحقة جميع من قاموا بنهب خيرات البلد. هذه المحكمة عدت للفاسدين والحكومة التي جثت على شعب العراقي من 2003 16 عام لحد هذه اللحظة لم تقدم أي شيء، مجرد أنهم اجوا للعراق يخدمون الأحزاب ويخدمون أنفسهم وخزائنهم ولا يعنيهم الشعب العراقي. وإلى الأحزاب التي نهبت خيرات العراق نقول لهم هذه محكمة الشعب وسوف نقتص من عندكم وسوف نقدمكم إلى الحكم الشعب، ما نقول إحنا الحكومة اللي أنتوا شكلتوها والقضاء اللي شكلتوه، الشعب راح يحاكمكم وهذه المحكمة عدت لكم. إصرار شعبي على الاستمرار بالتظاهرات إلى حين تحقيق المطالب بإسقاط النظام ومحاكمة قتلة المتظاهرين على الرغم من استخدام الحكومة للعنف المفرط في قمع التظاهرات.